مدير تنفيذي للاتحاد، مدير فني للاتحاد. هو حضرتك بتتحارب ليه؟ لا انا ما بتحاربش، انا بتحارب عشان انا يعني كابتن فؤاد اللي بيحاربني من خلال اللجنه، عشان انا نازل انتخابات رئاسه. طيب الكابتن فؤاد في الفتره اللي هو كان بيتولى فيها رئاسه الاتحاد، هل حضرتك شفت انجازات ممكن تذكرها له؟ لا في انجازات، ما اقدرش اقول ما فيش انجازات. اللي يقول اللي يتكلم على حد ما حققش حاجه يبقى راجل جاحد، لكن في فعلا جزء اتعمل، لكن الخطا اللي حصل في من 2014 ل 2017 ده خطا احنا اللي بنشيله دلوقتي، ومجلس خالد ناصف واللجنه المؤقته برئاستي واللجنه المؤقته برئاسه الدكتور سامح حمدي. ليه؟ هو المنتخب الاول، المنتخب الاول بعد ريو دي جانيرو المفروض يتجدد المنتخب. في عناصر كبيره عدت ال 34 سنه وال 33 سنه، لابد انت تجدد دماء الفريق. ما تجددش الفريق، جينا لعبنا بطوله افريقيا في مصر 2017، واللي كان رئيس اللجنه الكابتن فؤاد عبد السلام، خسرنا من تونس 3-0 في مصر، وكنا نخسر من الكاميرون 3-2 في مصر في نفس البطوله. جاي بتتكلم على خساره لا احنا مشتركين فيها، انا مشترك فيها وانت مشترك فيها وكل المجالس من السابقه مشتركه فيها. لكن اللي قعد مده طويله 4 سنين عشان يغير، المفروض انت راجل مخطط وراجل فني وراجل عارف، المفروض تغير دماء الفريق على مراحل، على 3 سنين او على سنتين. اجي في المهندس خالد ناصف لما ماسك ومجلسه حبوا يغيروا بعض اللاعبين، دخلوا بعض الدماء الجديده 2-3-4 لاعبين، لكن ما كانش هي دي التغيير الكامل او الشامل لفريق الاول. لكن خطط مجلس خالد ناصف لفتره طويله لمده 4 سنين، وكان ماسك المدير الفني للمنتخبات كابتن شريف شميرلي، وكان معاه مجموعه من الخبراء اللي موجودين في كره الطايره، وهنذكر اسمائهم كلهم، وكلهم رموز وادوا واشتغلوا لحد النهارده بيشتغلوا. حطوا خطه بدانا من الناشئين الاول، اتعمل 3 فرق للناشئين سواء الناشئين او الناشئات. احنا عندنا يمكن الاتحاد الوحيد اللي في مصر محافظ على قوه الخاصه بالعنصر النسائي والناشئين. احنا عندنا 4 فرق بيوصلوا بطوله عالم من الناشئين والناشئات. الكلام ده ما بتحسبش ليه؟ عندنا فرقه الناشئين في تونس، في قلب تونس، في بطوله العالم، وخدنا 4 بطوله العالم.